الكرة بتاعتي، ارميها. مسكتها. هايل. أيوة مسكتها. أهي هوبي، أنا همسكها. خدي دي. راسي. كاتنب قومي، أنا هساعدك. هوبي أنت الأفضل، أنت خليتينا نتعصب. إيدي. هوبي إزاي؟ هاي دعوة؟ أنا كمان عايزة. أوكي أهي. بجد؟ أنا رايحة الحفلة. نا 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 نا. أوتش راسي، دي بتوجع. الأرض مبلولة؟ بجد؟ أنتوا أشرار قوي، مش عايزة أشوف حد. ده أسوأ يوم في حياتي، كلهم كانوا بيضحكوا عليا، خصوصا هوبي. مين؟ دعوة لعيد ميلاد هوبي؟ بس مش ممكن أروح كده، مستحيل، هفضل هنا للأبد. كاتنب، عايزة تبقي زي النجوم؟ أنا هساعدك، تعالي معايا. عادي. مية مايسيلر؟ بحب أغسل وشي، ده سهل جدا. جاهزة. الصوت ده جاي منين؟ عادي، أنا هعرف. كيتي، هتساعدينا؟ واو، شنطة ميك اب، ده اللي محتاجينه. شكرا، افتحيها. واو، مليانة ميك اب. هبدأ بماسك الوش، حاسة براحة. دلوقتي هابي هيحبني أكتر. كاتنب، حب حياتي، تتجوزيني؟ أكيد. هنعيش بسعادة للأبد. إيه؟ إيو دوغ داي. أسفة، بالمناسبة الوقت خلص. شكراً إنك فكرتيني. بسرعة اختاري الحاجة اللي جاية. هنبتدي بده، الميك اب. يلا نبدأ. ده بتسميه ميك اب؟ ده هيكون مفاجأة. هتلاقي كل حاجة محتاجاها في شنطة الميك اب. أو لا، كل حاجة باظت، أنا ما عنديش فرشة تانية. هحط الميك اب اللي موجود. ما تقلقيش، هصلح كل حاجة. كده أحسن، بس هنعمل إيه من غير ميك اب؟ ما تقلقيش، عندي خطة. أهو الميك اب بتاعك. نفع. شكرا. يا جماعة، مين بوظ الميك اب بتاعي؟ اكتبوا في التعليقات لو سمحتوا. بحب الميك اب الجديد بتاعي، شكله جميل. يلا نختار الحاجة اللي جاية. كفاية تغيير، أنا جاهزة أقابل حب حياتي. لا ارجعي، دي لسه البداية. أتمنى هوبي يحب الجزر، هو وسيم جدا. هوبي ده ليك. كل الجزر ده ليا؟ انتي بتدلعيني جدا. شكرا. أو لا، الجزر بتاعي مش هيهزم الجزر الكبير ده، خطتي فشلت. أوتش، خلي بالك، هي هنا اهي، بصوا، مضحكة جدا، فاشلة. أو لا، مفيش حاجة اتغيرت، مفيش فايدة، مش هقدر أعملها. ما تستسلميش، هتصرف في كل حاجة، بس لازم ما نوقفش. اللي بعد كده الشعر، شايفة الشعر ده؟ مش هينفع. أوكي، هنجيب محترف. ألو، محتاجين مصفف شعر بسرعة. أهلا، مين محتاج مصفف شعر؟ مصفف شعر؟ شكلها مريب، أنا مصففة شعر حقيقية، مكتوب وضوح هنا. عادي، ما عندناش وقت، والموضوع كبير، أنا محترفة. نضيف شوية ألوان. إيه ده؟ وننعش اللون شوية. خلصت؟ ده كان سريع، مش قادرة استنى أشوف. طبعا، أهي المراية. آه، إيه ده؟ إيه اللي عملتيه فيا؟ دي أحدث تسريحة، أنتي على الموضة تماما. على الموضة؟ مش عايزة أكون على الموضة. يبقى اغسلي شعرك، عندي شامبو، أنا محتاجة كتير، لازم أغسل كل ده.
استني، أنا لزقت. طبعاً، ده مش شامبو، ده لزق. ساعدوني، أنا لزقت. ما حدش هيساعدك، ومش هتستخبي مني. إيه؟ أوه لأ، ميس ديلايت اختفت. شكراً، أنتي صديقة حقيقية. إيه؟ هتساعدني؟ أوكي، أنا جاهزة. أوه لأ، إيه اللي بيحصل؟ ترى، عاجبك شعري؟ أيوة، أنا عندي حاجة كمان ليكي. ها؟ هوريكي. بصي، ممكن نعمل فن من الودان دي. هنضيف يونكات وكده خلصنا. جربيها، رائعة. يلا نفتح النقطة الجاية. اللبس ممكن أجيبه منين؟ اتفضلي، في سكرت هنا وتي شيرت. يمكن ألاقي حاجة تانية. أوتش، أنت كويسة؟ مش عارفة، راسي. أعتقد إني لخبطت العلب. أنا عارفة، يلا بينا، أنا هبوظ كل حاجة. كاتنب مش هيكون عندها أي لبس. أوه أيوة، الشوز بتاعي، توقيت سيء. العلبة جاهزة. أوه لأ، حاجاتي. مفاجأة، إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة فاضلة. ما تزعليش، هنفكر في حاجة. بصي، السكرت سليمة. أيوة، جربيها، ما تبصوش. عجبتني السكرت، بس مش التوب. عندي فكرة، يلا اختاري قماش وهنطلب المساعدة من الراس. استني بس، جاهز. طب جديد، شكرا، انتي الأفضل. واو، ده رائع. هي بس محتاجة ألاقي حاجة تانية في مكان هنا. الشوز بتاعك، يلا نجربه، شكله رهيب. البي سي هيكون شكله أحسن، ده مش مقاسك. بس مش هستسلم، لازم نفضل نحاول. دلوقتي امشي، مقاسهم صغير قوي. أوف، أو بس ما تقعيش، الكل بيقع ساعات. قومي، أنا هعلمك إزاي تمشي. كنت هقع. اقلعي الشوز، مش نضيف. نضفيهم كويس. نقطة تانية، تمام. الشوز بتاعي أنا. أوه لأ، الشوز بتاعي ضاع. ليه؟ اهدي، هنفكر في حاجة. عرفت، محتاجين ديليفري. عملت طلبية جديدة. واو، شكرا، افتحيها. شوز فلافي وناعم. شكرا، مريح جدا ومقاسه صح. هي بعد كده الاكسسوارات، بس هنجيبهم منين؟ اعتقد عرفت، محتاجة لاسو. خلوا بالكم، معانا تلسكوب اهو. هنعمل ايه بيه؟ هنبص على النجوم طبعا. شايفة حاجة؟ لا، يمكن مكسور. ايه الصوت ده؟ في حاجة جوه. نجوم، ياي، واو، رائع. ايه ده؟ لعبتي المفضلة. الجولة الأولى. أيوة، أكيد هكسب. خد دي، ودي العظمة بتاعتي. أعمل إيه؟ الجولة التانية. خد دي، بام بام بام. مش هلحق، كفاية، نام. كده أحسن. ده صوت عالي قوي، مانيكير جيل أكيد.
أنا عندي فكرة، هنملى شكل الهلال بالمانيكير، نضيف جليتر وننشف بلمبة اليوفي. جاهز. واو، شغل هايل. أوه، زوري سلسلة مثالية لتميمتي الجديدة. عجبتك؟ رائعة. دلوقتي محتاجين عدسات، بس أنا ما عنديش عدسات. ما تقلقيش، أنا معاكي. اختاري لون. أزرق؟ أزرق؟ لا. أسود ولا بنفسجي؟ لا، مش أسود. متأكدة؟ يبقى بنفسجي. واو، شكراً، عملنا شغل رائع. أنا عارفة، أنا محتاجة علبتي أهي. شكراً، كل حاجتي المفضلة هنا. هابي اداني الكرة دي، وبعدها ديلايت بوظت كل حاجة. أوتش، سمعتي ده؟ لا، أنا بس بتهيألي. وده سبراي شعر عملاق المفضل عندي، لسه شغال، هسيبه لبعدين. ايه ده؟ جوانتي. حلو، على قدي. ياي، حاجة كمان خلصناها. دلوقتي نقدر نرجع الجامعة. بصي، ده هابي، يلا نستغل الفرصة. أهلا. أوه لا، مس ديلايت، لا. إيه؟ أوه لا، ما تعمليش كده، أنا دايما باخد اللي أنا عايزاه. لا. ياي، أجازة. الكل مشي؟ إيه دول؟ لعب لطيفة قوي، نفسي أنزل الزحلية دي. هي دي دباديب؟ أيوة، شفتوا ده؟ جاب الدباديب في حديقة مائية، مضحكة. بيضحكوا على إيه؟ ها ها، على فكرة الملاهي المائية فتحت. مستنيين إيه؟ زحليق المية جاي لك. بيو، المكان زحمة النهاردة. ما عرفتش أدخل، من فضلك خليني أدخل. أنتي أكيد بتهزري، يلا نشوف مقاس الطول. لا، أنتي صغيرة قوي عليها، تعالي لما تكبري. ده ظلم، ده كان أكبر حلم عندي. كاتنب، دوك دي، لعب يا عيشة. ها ها، اجري على قد ما تقدر. افرحي يا ايفلاين، احنا هنبني لك ملاهي مائيه. ايه ده؟ جبت حمام سباحه، لازم ننفخه بس. ده اصعب مما كنت فاكره. ادهولي، انا اقدر اتصرف. هاخد نفس عميق، حاسه انها هتنفجر. انا بنفخه، خلصت. شكرا يا كاتنب، عندي فكرة هايلة. يلا يا كور، تعالوا لماما. بتمطر كور. جميل، أنا هلعب. لسه مش دلوقتي، لازم نعمل كشك الليمون الأول. اتفضلي. فهمت، يسعدني نساعدكم. نختار لون ايه؟ البرتقاني زي الدوج دي. لازم تركزوا على الشغل. ايه اللي بعد كده؟ طبعا لازم نزين الحيطان، وعشان نعمل ده لازم نستخدم المخالب. بتعملي ايه؟ دلوقتي عندي نجوم، النجوم دي لازم تكون على الحيطة، شكلها حلو. دوج دي، انا كمان استغليت وقتي، حتي برضو رائعة. أوه واو، ما تلاقيش، أنا هساعدك.
السر في مفك المسامير بتاعي. هيشتغل دلوقتي. بادا بينج بادا بوم. ايه رأيك؟ بحب قوي لما حد تاني خلص شغلي. انا حاسة بحاجة، في ريحة زيي، لازم اعرف جاية منين. من لوح الخشب الرائع ده. عاجبك؟ ده كنز حقيقي. اوه ايوه، خلي بالك. بصي ده كتير قوي. جميل، يلا نبدأ بنا. الإطارات جاهزة. هنحطهم في مكانهم. تقيل. أنا عارفة إيه اللي ناقص. السقف. فيهو. التلوين الخطوة الجاية. استني، الإطار ده بتاعي. شيلي الدهن البنفسجي بتاعك. روحي النص، أنا هبدأ أدهن. أنا خلصته. ها؟ أنا لسه ما غطيتش غير جزء صغير قوي. فاشلة. لازم أكون أسرع. الوقت المناسب لاستخدام السحر. خلصته. مش مهم، الدهان خلص. هضيف شوية بينك. بالظبط، كنت هنسى. كاتنب ده ضروري. في ايه؟ فاكرة ان احنا لازم نبني رؤوس عملاقة؟ طيب هنعمل ايه؟ اوه انا عندي افكار كتير. تخيلي راس برتقاني ضخمة بتطلع فوق التل وبتبهرنا. هيكون في كمان انوار وموسيقى. هنعمل ابتسامة واسعة، الأطفال هيحبوها، إيفيلين هتحبها. إيه رأيك؟ إنتي مزعجة. محتاجة مواد. أوتش راسي. طيب يلا نشتغل. عندنا الأساس، نضيف له لون. أهو دوك دي، راسي جاهزة. ازاي خلصتي بسرعة كده؟ انا كمان اقدر اعمل ده. هعمل راس اسرع من كده. اهو انا جاهزة. يا ربي، هثبتها اعلى شوية بالشكل ده. راسها حلوة زي راسي لحد دلوقتي. كويس، أنا عندي خطة تانية. هاي خلي بالك وانتي ماشية، ما تزقيش. حاسة إن الزحلية المفروض تكون كده، صح؟ هي متلخبطة قوي. جاهزة، شكلها كويس؟ مش كويسة؟ إيه الغلط اللي عملته؟ أنا مش فاهمة. بجد؟ خلاص كده أنا هتدخل. أوبس، ما كانش قصدي. بتتعمل كده سهلة جدا. شكرا، كنت هنسى سلم الزحليقة. بالظبط، ده اللي كنت محتاجاه. ده بتاعي، مش ممكن تاخديه. أهو. إيه؟ مش مهم، أنا موافقة آخد نصه. يلا نجرب الزحليقة. أيوة كانت ممتعة. كور، أنا كمان هاجي. أو يا ربي، أيوة ده رائع جدا، صح؟ هاي فاي. مستحيل، لازم نزين منطقة القعاد. نختار أي شازلونج. هو ده اختيار هاي. واو، ممكن استريح. انا بستريح هنا، مش شايفة؟ اوكي، هحاول على قد ما اقدر اكون هادية. لا 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 لا، احنا بنبني ملاهي مائية. كفاية. بابي هاتي الكورة. كورة. ها انا هاخد ده.
هقص أساس المخدة. هلفها بقماش. لسه ما خلصتش. وقت المخالب. بقى عندنا عيون وفم، محتاجين كمان ودان. أهم بصي، المخدة بتاعتي جاهزة. أوه دوج داي، أخيرا ممكن أستمتع براحتي. اللعب بالكرة هو أكتر حاجة بحبها. امسكي. مشروبي. أنا اتوسخت. هي السبب دوج داي، مش هسيبك تفلتي بده. أنا دايخة. استنوا، ما اقدرش اكمل بونا من غير دوج داي، لازم اصحيها، المفروض ده ينفع. منبه؟ ايه اللي حصل؟ انتي اللي عملتي كده؟ لا، ما عنديش فكرة. بطلي تحققي معايا. نفسك خلاني انام. خلاص ما تزعليش، لازم اهديها. تعالي هعمل لك كشك عصير ليمون للملاهي. انا مش مهتمة، يلا نستخدم السحر. منفعش، ده قديم ومش نضيف. نيو مقرف. انا هظبطه. سيبهولي، اقفي بعيد. انا هتخلص من الكشك القديم اهو. خلاص فهمت، هرجع حالا. هي بتخطط لحاجة. واو، أنا هكمل. أنا وصلت بالعافية. أنا أمنته. وأنا هبدأ دهان. وأنا كمان. خلصت. كل الشغل ده مرهق. جاتلي فكرة. وقت شرب عصير الليمون المنعش. جميل. أعتقد بيبي إيفلاين عايزة هي كمان تريد. أنا بحب عصير الليمون. دوج داي، أنت كويسة؟ هاي، أنا اتشتت شوية. أنا محتاجة مرتبة حالا. في حاجة ناقصة. أنا عارفة، هضيف شوية تفاصيل. ودان، عيون، وأنف. رائع، مش مشكلة كبيرة. أنا عندي فكرة، هرجع حالا. ما تستعجليش، هخلي دي عندي. هعمل حمام سباحة مليان لبن. أنا بحب اللبن. الكوكيز بيخليه كمان أحلى. ممكن نزحلق الزحليقة؟ تعالي. واو، ممتع جدا. هاي، الأطفال فرحانين. تعالوا تاني. رائع. فين إيفلاين؟ هي مفقودة. دي غلطتك؟ انتي سبتيها لوحدها. كل ده غلطتك انتي، ابعدي عني. اوضتنا مش في احسن حالتها؟ ايه اللي عملناه ده؟ لازم ننظفها. ابعدي عن طريقي. الترابيزة، السرير، ليه كل حاجة تقيلة كده؟ قربنا نخلص. دلوقتي دور السجادة. دي منطقة كاتناب. طيب في الحالة دي منطقة دوج داي. مش قادرة أفكر في أي حاجة لوحدها. أنا عندي فكرة هايلة على فكرة. أنا كمان عايزة زي دي. أحتاج الستارة. أوبس، أنا هعمل خيمة على السرير. أوه أيوة، فكرة.
موسم صيد الكلاب رسمياً بدأ. ده يحميني. أوتش! راسي! بابي غبية! أنت في مشكلة! أوه! ده جميل فعلاً! أنا عاجبني قوي! إيه ده؟ ترابيزة جانبية لطيفة! تقيلة شوية! يلا نشتغل! هغلفها بكرتون! أرسم فم! هي بتعمل إيه؟ هقص! هي تساعديني؟ شكرا! ده هيكفي الدهان! يلا نبدأ! انتي مجنونة! انتي بتضحكيني! مش هتوقفني! قربت أخلص! لازم ألزق الودان! وفي الوقت ده أنا هاكل! هرجع الترابيزة الجانبية مكانها! هاي! لذيذ! في إيه؟ أنتي كلك متوسخة! أوه فعلاً! لكن الناحية الإيجابية جات لي فكرة! هفصل مقابض المعالق والزقها في الطبق والزق حوالين الطبق واضيف مرايه في النص. جميله، هيكون شكلها هايل فوق الادراج. اوه واو، دي لطيفه، الخيط ده شكله مشوق. طب لو شديته سجادة؟ ده اللي كنت محتاجاه. أوه واو، أنا كمان عايزة سجادة. ابعدي. إيه ده؟ أنا مش محتاجة البومبوم دي. مش لازم تزعلي كده، ليه التكشيرة دي؟ عندي فكرة، هعمل سجادة بإيدي من البومبومز الرائعة دي، هتساعدوني؟ شكراً، يلا نبدأ على طول، هعمل سجادة على شكل راس كتناب، شكلها رائع، كل اللي هعمله إن أنا أقصها حسب الشكل، والسجادة بقت جاهزة، أختي الصغيرة، ليكي، امشي. السجادة دي حاجة تانية خالص. وقت التنظيف. دلوقتي هحرك الأباجورة المفضلة لمكان أفضل. تمام، أباجورتي بجد زي الشمس، مفيش تراب تاني. أباجورتك المفضلة ها؟ أوبس، وقعت للأسف. المفروض أمشي. أباجورتي، لا دي باظت. أرجوك اكتبوا في التعليقات مين اللي عمل كده. اهدي، ما تفقديش أعصابك، هقدر أصلحها. أول حاجة أحتاج خطة علشان أصلح الأباجورة. العيون هتكون هنا والودان هنا. يلا نشتغل. هركب العيون والأنف من البوم بوم، الفم والودان. الأباجورة بقى شكلها زي الجديدة. دلوقتي محتاجة استريح. البوبي نايمة. هاي، أنا عندي ماسك نوم رائع. هعمله لمسة بسيطة. أختي، اتفضلي. النوم بالماسك بيدي إحساس بالراحة 10 مرات أكتر. أحلام سعيدة. نوم. مش شايفة بالماسك، والأرض ناشفة جدا. بصي على نفسي، في إيه مضحك؟ استني لما تشوفي، أنا عاجبني جدا. إنتي بتقتلي المتعة على فكرة. دلوقتي أنا زي دوك داي بالظبط، أغير لون العين وخلاص. جميل،
رحبوا بدقدي. ها؟ طيب وأنا؟ أنا كمان ممكن أرسم لنفسي ماس وأحط عدسة كاتنب. رحبوا بكاتنب. ده مش نافع. ريقي ناشف. ممكن مية؟ شكرا. أهي سناكس. يامي، حلوين قوي. أعتقد إني شبعت. السؤال، المهملات دي بقى هتروح فين؟ بوبي خدي. إيه؟ دي غطيان أزاز كتير قوي. أنا عندي فكرة. هلزق الغطيان مع بعض. وبقى عندي سلة مهملات لطيفة. دلوقتي تقدري تحطي المهملات هنا. مش هعمل كده. مش مهم. أنا ممكن أجمعهم. مش مشكلة يعني. المهملات دي بتاعتي. مش هديها لك. تقدري تاخدي الباسكت بتاعك. أول حاجة هقص الزيادات. وألون الباسكت. هضيف ودان قطة. ولا زينة كاتنب جاهزة. رائع. يا ربي، أنا بزرع بذور في جردل. هي بتعمل إيه هناك؟ بترقص وبتغني؟ أنا مش هعرف أتفرج. لحسن الحظ دايماً عندي مانع نباتات تحت المخدة. باي يا نبات حيوي. هي بوظتها. لازم أفكر في خطة جديدة. لا 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 لا، أنا هحفر وأطلع النبات وبس كده. لا 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 لا، بس ممكن تبطلي تبوظي الخطط بتاعتي؟ العنكبوت هيخوفك جدا. أنا مخيف. اطلع برا. أنا بكره العناكب. ما تقفيش ساكتة. طيب لحظة، استني، أنا هطرده. أهو. أوتش، أسفة، ما كانش قصدي. هجيب شاش. أهو، تقدر تشيليه الأسبوع الجاي. أنا تعبت، هروح أنام. أنا عارفة هعمل إيه بعد كده. الترابيزة عادية شوية. أنا أقدر أظبطها. ألو، ديليفري؟ عايز أطلب. راسي، ده كان سريع. هفتح البوكس. اللون البنفسجي مثالي. الترابيزة هكون بنفسجي من ناحية وصفرة من الناحية التانية. حلو. هقص الزيادات. الترابيزة جاهزة. كنت هنسى طقم الشاي. أختي تعالي، يلا نشرب شاي مع بعض. طيب، أنا فكرت بحاجة حلوة. بصي، إيه ده؟ مش شايفة. بهزر، ده كاتشب. ده مش مضحك. زهقت من مقلبك. إنتي رايحة فين؟ هزين أوضتي. ده مش هيحصل. أنا بطالب تقسيم الأراضي بالعدل. النص ده بتاعي. ما تعديش الحدود. مش مهم. في النهاية طلعت حلوة جدا. ده تمثال غريب. أوبس، تمثالي المفضل. مفيش حاجة زيه. دي غلطتي. أنا هروح أعيط لوحدي. أعمل إيه؟ عندي فكرة. العرض هيبدأ. مش مهتمة خالص. مش مشكلة. رحبوا بالساحرة دقدي. لا، يلا نبدأ العرض. أبراكادابرا، ركزي كويس. كرسي عادي بيتحول لكرسي كاتناب بنفسجي.
عالي، هتفوتي المتعة. ده شيق. شوية بس، هدوء، السحر الحقيقي هيبدأ. مساعدة، شدي. أوه، الخدعة دي رائعة. لسه في أكتر، هنزين الأوضة مع بعض. أحب ده جدا، عملناها. هاي فاي، بحبك يا أختي. أنا مش مصدقة اللي شايفاه. أوضتكم، واو، دي رائعة، حبيتها. ياي، شغل هايل يا بنات. باي ماما، من الأفضل نغير. فكرة كويسة، أحسن بكتير دلوقتي. هما بيعملوا إيه؟ هاي، إحنا هنبني هنا، إحنا هزمناكم فعلا. فعلا؟ أختي ليل، كفاية نوم، لازم نشتغل. مش مشكلة، أنا ممكن أعمل الإطار لوحدي. الشنطة بتاعتي فيها كل حاجة. هو ده. ليل، اتحركي. واو، نفعل. مين الأسرع دلوقتي؟ مش ممكن نكسب. إحنا هنكسب، أنا حبيته. أنا كمان، إحنا هنكون الأبطال. ليل لسه صغيرة، إحنا محتاجين نرتب أوضتنا بطريقتنا. ممل، ده ممتع، إيه رأيك؟ ليل؟ هي لسه نايمة تاني. فكرت، إيه ده؟ ديليفري. ها، توقيت هايل. هاي، راسي. ليل، انتي هنا؟ اوضتي خلصت. اضواء. واو، انا عايزة نفس الحاجة. عندي فكرة. نجوم، تعالوا هنا، مسكتكم. هتزينوا الحيطة بتاعتي. واو، بعد كده التل. اوه ايوه، بالظبط زي ما انا عايزه. ايه رايك يا اختي الصغيره؟ ايه المأساة اللي انا شايفاها دي؟ مفيش حظ سيء تاني. يلا نستعمل شنطتي السحريه. مش هينفع، دي فاضيه. في الحاله دي هنعمل حاجه تانيه. سحر، سحرنا بيكون اقوى لما نكون احنا الثلاثه مع بعض. سحر، انا هبني الاطار بنفسي. مش مهم. ايوه، خطه كويسه. ايوه كده، اسرع شويه. اوه ايوه، جميل، استمروا. بس شش، ده سرنا. واو، نجحنا. احنا اتصرفنا بنفسنا. ازاي اوصل فوق؟ ده عالي قوي. اقصد ده كمان مش وحش. اوبس، نجوم كتير جدا، وكلهم علشاني. انتي كويسة؟ بالتأكيد، حاجات كتير كل شوية بتحصل لك. يا شباب، اقفلوا عينيكم، دلوقتي بقى مريح جدا. واضح ان نهار وظهر عندهم مشكلة، عندنا تصميم مرجيحة. خليكم هادين، كفاية خناق. دي مش كويسة، اختاروا حاجة حديثة. هي دي، بالتأكيد، قرار كويس. أنا هاخد الصفحة دي. وسعوا، سحر الليل، متكسفنيش. اتعملت. واو، دي هايلة جدا، جميلة، شكرا. اصحي. ها، أنا لازم أمشي، باي. بسرعة، يلا نعمل زي ليل. يا سحر، ما تكسفنيش. اوبس، مش نافعة. احنا نقدر نعملها. بيربل قربت تخلص. مكعب روبوت، تسمحي لي؟ بالتأكيد. اوبس، المكعب بتاعك مختلف شوية. اوه ايوه، دلوقتي الارض بتاعتي بقت حلبة رأس.
هي دي موسيقى شغالة؟ إزاي؟ واو، في حفلة حقيقية. دول كمان عندهم سماعات، ممكن أستعمل واحدة وواحدة كمان. هاخد الكراسي كمان، التلاتة. هي ده كان ايه؟ انا هدفع. شكرا. ياي، يلا نحتفل. الميكروفون. ايوه، انا نجمة. استنوا، دي اوضتي، ده مش مكانكم. اوبس، للأسف حلبة الرأس ما تستحملش غير نجمة واحدة مع كرة الديسكو بتاعتها. أنا عجباني جدا، أنا حتى ممكن أكتب أغنية جديدة. إيه اللي بيحصل؟ مش قادرة أنام. أنا عادة بنام بسرعة. لا 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 لا، أختي إيه اللي حصل؟ أنتي ليه لسه صاحية؟ مش عارفة أنام. أنا هساعدك. أحلام سعيدة. أنتي بتعملي إيه؟ الخطة بيه دي اللعبة الدوارة للأطفال. أحلام سعيدة. شكراً يا أختي الصغيرة، أقل حاجة أقدر أعملها. ده ممتاز. من شكل الحاجات واضح إن جيراننا بيعانوا. إحنا هناخد موقف على حسب التعليمات. أنا جاية لكم، ممكن أبص على التعليمات؟ ده واضح جداً، هي أختي بتطلبني، لازم أساعدها. أنتي هنا نهار، شغلك إنك تزيني الدور اللي فوق. ظهر، أنتي مسؤولة عن السرير. أوكي. ليل، أنتي مسؤولة عن الدور اللي تحت. إيه؟ زي ما تقولي. ده واضح؟ في الحالة دي يلا على الشغل. إحنا ممكن مع بعض نحرك الجبال. هاتيها، قربتي توصلي. اقفي، هنحط الصندوق فين؟ دقيقة واحدة، أنا محتاجة أحسبها. عارفة؟ ممكن تمسكيه بنفسك. زينة، في كمان كتيب. يلا نشوف. الخطوة الأولى، نفتح الكتيب. هي بتعمل إيه؟ شغلي هيكون إيه؟ اتفضلي ستارة، أنا عارفة إيه اللي بعد كده. الأضواء جاهزة وصورنا المضحكة فيها. ده مرهق، أنا محتاجة أشحن بطاريتي الداخلية. هيكون أسهل لو خلصنا بنفسنا. حطينا الأرفف، الناحية دي كمان، في مكان لكل حاجة. دي حتى ما عملتش نصه. ممكن آخد الزينة؟ هعمل منها ستاير. أهلا، مفيش فايدة. أختي ساعديني. خلصنا، يلا نضيف شموع وسحاب فلافي. غمضوا عينيكم، افتحوها. رائع مش كده؟ واو، ده يجنن، فظيع. واحد اتنين. طيب مين اللي هيفوز في مسابقتنا؟ صحيح، المسابقة. رحبوا بالمتسابقات على المسرح، احنا هنكسب. بتحلمي؟ الأوضة السرية لليل وميسا. طيب دي مبهرة. طب وأوضة نهار وضهر؟ الفريق الجديد قدر يذهل الحكام. والجايزة هتروح ليه؟ نهار وضهر. ياي، نجحنا. لا، ازاي؟ احنا نستاهل المكسب، لكن للأمانة مش احنا بس، الجايزة بتاعتكم. انتوا بتهزروا؟ ما كناش هنقدر نعملها من غيركم. شكرا. واو، اختي مغامرة جديدة مستنيانا. احنا فين؟ المكان حلو قوي، يلا ننقل هنا. ليه؟ بصوا لقيت ايه؟ خامات بنا.
ساعدوني نبني الأوضة السرية. اتفضلي هو، هنحتاج الألواح دي في إيه؟ اتفضلي في تاني، أنا عندي حاجات أهم أعملها. تقريباً خلصنا، دول آخر اتنين. واو، بصي، مدهش. ليل، اصحي، عايزة إيه؟ بصي عملنا إيه؟ شغل هي، لكن ناقصنا حاجة. عرفت؟ يلا نستخدم السحر كلنا مع بعض دلوقتي. هي، ممتاز. واو. اصحي يا ليل، يلا نشوف طلعت ازاي. عجبتني، وفي مكان افرك جسمي وانام. ليل ممكن تنام في اي مكان، انا محتاجه مرتبه للنوم. واو، انا كمان ممكن استخدم واحده. تمام، صبح ممكن تساعديني في شيل المرتبه؟ طبعا، قوه الرفع، هحط لها المرتبه هنا. اوبس، اهو دي بتوجع، وجعتي دراعي. انتوا ليه مش سايبيني انام؟ اسكتوا. التطبيق المفضل لتمريناتي الصباحيه، لكن هحط التابلت فين؟ نهار، انا محتاجه مساعدتك، ممكن تمسكي ده؟ ممكن تقفي هنا شويه؟ شكرا، بتعملي شغل هايل. واو، جميل، هحتاج القماشه دي. استني، صبح هي بتعمل ايه؟ هي اخدت منها القماشه؟ هدفع ثمنها بعدين. شكرا على المساعده، باي. انا عندي فكره هايله لطريقه تزيين الاوضه. خلصت، جميل، بحب المكان هنا. لكننا محتاجين إضاءة أكتر. واو، عينيا، مين نور الشمس؟ بدلوه بنور القمر.